فما الذي تطيب به النفوس؟ ذكر الله جل وعلا، فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. فإن ذكر الله أنس السرائر وحياة الضمائر وأقوى الذخائر. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وهذه النفوس فيها شعث لا ينمه إلا الأوبة إلى الله، وفيها رغبات لا تنال إلا برحمة من الله، ولها مخاوف لا تدفع إلا بعون وتوفيق ونصرة من الله تبارك اسمه وجل ثناؤه.